بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر مع اسمه شيء، انفراد في السماء والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت عاشورة ولا لسه؟ انا جبت لكم العاشورة بدري النهارده اهو. النهارده 7 محرم، فجبنا لكم العاشورة بدري عشان تعملوها بطريقه امي. طريقه امي بسيطه وسهله ومش مكلفه كتير، يعني نص كيلو قمح، بركه ربنا سبحانه وتعالى اهو، على نص كيلو لبن، على معلقتين نشا، على باكو لبن بودره، مش مكلفه خالص يعني، واقتصاديه وجميله جدا يا جماعه. وكل عام وانتم بخير، وكل سنه وانتم طيبين. عملنا لكم عاشوره بدري اهو عشان تعملوا على طريقه امي، زي ما انتم شايفين كده اهو. القمح جبت القمح غسلته، سخنت له حبه ميه، زي ما انتم شايفين الميه سخنه اهي، وافضي فيها القمح، هيتنقع بس ساعتين بس في الميه السخنه، وبعدين احطه على النار، ما بياخدش سوا، وبس يتنقع في الميه، حبه الميه السخنين دول ساعتين زمن بس، ونسويه زي ما انتم شايفين كده. حطيته كده في الميه السخنه ديت، وهم ساعتين بس هيتنعوا، هيخلوه يتنفخ، وهيبقى جميل جدا القمح بتاع العاشوره زي ما انتم شايفين كده. حطيته واغطيه بقى واسيبه ساعتين. الميه السخنه بتساعد يا جماعه على تسويه الحاجه بسرعه، ما بتخلاش تاخد وقت. يعني هنا القمح بتاعنا نقحته زي ما انتم شايفين اهو، بصوا نفخ اهو، يعني شبه ان هو كان خلاص ايه، قرب يستوي يعني زي ما انتم شايفين. بصوا اهو، بصوا عامل ازاي اهو. حطيت ميه على النار وفضي فيها القمح بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، وهسيبه بقى يستوي. انا كنت بزوده كل ما يعوز ميه بحط له ميه، يعني الميه اللي انا حطيتها ما كانتش كفايه عشان ما كانش فيه نور، فانا ما لما النور قطع فبقيت يعني ابص على الحله كل شويه بالكشاف واحط لها ايه حبه ميه. دي حبه معلقه سكر ومعلقه بتاع ده جوزة الهند. جوزة الهند في مع القمح يا جماعه استوت، مديه العاشوره طعم خرافه، طعم جنان بصراحه يعني. السكر سوى القمح بسرعه كمان زي ما انتم شايفين كده، وجوزة الهند استوت مع القمح، مديه له ريحه وطعم ما اقولكوش، والله طعمها حكايه زي ما انتم شايفين كده. ابصوا خلاص هي كده ايه، دخلت على السوى. انا لغايه دلوقتي اللي حطيت لها لبن ولا نشا ولا حطيت اي حاجه خالص، هي كده بصوا مع نفسها كده استوت كده مع نفسها كده بالميه زي ما انتم شايفين. انا كنت بزودها ميه شويه شويه لما استوت، ما الميه اللي انا حطيتها الاول ما كانش كفايه عشان تبقوا عارفين. يعني هنا دوت اللبن، نص كيلو اللبن بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. دي كوباية سكر، مش مليانة قوي عشان ما في ناس لو عايزها مسكر تزود، مش عايزة، هي كده نص كيلو عليها الكوباية ديت زي ما انتم شايفين كده، دوبة مع اللبن. عندي كيس اللبن البودرة دوت اهو، افضيه على اللبن التاني زي ما انتم شايفين كده. احط بقى معلقتين نشا او 3 معالق تقريبا، ايوه انا حطيت 3 معالق. دي واحدة فانيليا اهي، نفضيها كده اهي، هنقلب كله كده مع بعضه، واحط برضك النشا معهم، واقلب برضو مع اللبن. دي معلقة نشا زي ما انتم شايفين اهي، كمان واحدة نشا، معلقة تاني اهي
دي واحدة تالتة بقى بس كده، مش هحط اكتر من كده. اهو هما كده 3 معالق نشا، واقلب كله اللبن مع السكر مع الفانيليا مع اللبن البودرة كله مع بعضه، كله اقلبه كده وخلاص. هي العشورة بتاعتنا خلاص دخلت على السوا، هحط عليها بقى ايه الخلطة الجميلة دي، لبن البودرة واللبن التاني والفانيليا والنشا وكله كله هحطه كده ايه، واسيبها بس يا دوبك اللي هي تاخد غلوة واحدة بس على النار وخلاص. على كده هقلبها بقى اسهل من ما يكون. والله يا جماعة سهلة جدا العشورة، مش صعبة ولا حاجة. هي انا بس هسيبها بس غلوة واحدة وهطفي عنها، يعني زي ما انتوا شايفين كده. اهي ديت معلقة نشا تاني برضو هقلبها فيها كده. بتاع نشا ايه ده؟ بتاع جوزة الهند. هقلبها كده، معلش يا جماعة الواحد من الحر مهيس والله صراحة، يعني ربنا يرحمنا برحمته. الجو صعب. كده العشورة بتاعتنا استوت، هنغرف بقى في الاطباق بتاعتنا. بصوا حاجة جميلة وحاجة بألف هنا وشفا للي كل واللي هياكل واللي شاف. وما تبخلوش علينا يا جماعة بالله، كل اشتراك اعلونا زر الجرس يصلكم منا كل جديد، وربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقكم من حيث لا يحتسب. زي ما انتم شايفين كده نعبي كل العشورة بتاعتنا كده في الاطباق. انا مش هحط لها جوزة الهند تاني لان انا حطيت استوت مع العشورة من الاول، وحطيت تاني معلقة تانية كده. هنحط لها بقى حب الزبيب كده من فوق. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. النهاردة 7 محرم، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير ويصلح حالنا وحالكم وحال الجميع، ويشفينا ويشفي كل مريض، ويسر لنا الامور ويسر لكم الامور. زي ما انتم شايفين كده حطينا كل الاطباق كده، حطينا عليها الزبيب اهو اهو، وزوقناها كده تمام. بصوا كده العشورة بتاعتنا يا جماعة، بصوا والله انا لسه حتى ما حطيتها في التلاجة اهي، يا دوبك اللي هي بردت بس، لكن في التلاجة لسه ما حطيتهاش. ويعني معكم مش هتبيعت هتتاكل، يعني مش هتقعد للصبح. يلا بألف هنا وشفا للي كل واللي ياكل، وربنا على صلاح حالنا وليكم وللجميع، وربنا يصلح حالنا وحالكم، ونشوفكم في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعة تنورونا بالله كل اشتراك. السلام عليكم.